هذه المده ديال التوقف واش كانت عنده حركه تسخينيه باش يخرج هذه الخرجه او كان عند واحد التيفولي؟ مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المشاهدين الكرام ديال هيبا بريس. شكرا على الاستضافه الجميله الكريمه. ما كانش غابر، ولكن غير ممكن ما كانش على تواصل اكثر اعلاميا، لكن كان واحد الاجتهاد، واحد الشغل في الخفاء. كانت حفلات، كانت مهرجانات، كانت سهرات، يعني الحمد لله كانت واحد الحركه، لدرجه انه حتى في هذا الغياب يعني كنت من بين المحطات اللي هي مهمه جدا، هي الميغيكس دور اللي كنت حزت عليها وفزت بالمهرجان التخوفي في لبنان. وكانت يعني بزاف ديال المحطات الفنيه يعني ما كانش توقف، غير الخروج بالاعمال الفنيه هو اللي كان واحد البوز باش الانسان يوجد واحد الحاجه اللي تكون مميزه. ان بعض الفرق في المغرب كتحتاج للدعم، وهذا الدعم على شقين، دعم معنوي ودعم مادي. من اين يستقي سي ادار الدعم ديالو سواء المادي او المعنوي؟ اكيد حاليا في الكره الارضيه عندنا ولات يعني الامور الماديه مهمه جدا بزاف، لما كتكون خصوصا في المجال الفني او بزاف ديال المجالات. فبالنسبه للمجال المادي هناك واحد الحفلات، واحد المهرجانات، مناسبات فنيه اللي فريمون هي اللي الحمد لله الانسان كيقدر ينتج منها، يقدر يتفاعل فنيا في المجال ديالو في الساحه الفنيه. معنويا الجمهور الجميل، الجمهور الكريم اللي كيدعمنا وكيشجعنا ويعني كيتواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ايضا كيطلبنا ان نكونوا حاضرين في المحافل ديالو، في المناسبات الفنيه، في المهرجانات، فهذا كله في الامر. وزاره الثقافه، بعض الفنانين كاين اللي كينتقدوا وكاين اللي كيتسوا وكاين اللي عن بعد، يعني كلام شاملين هنا كيقولوا خدا ادار 100 مليون، شي كيقولوا خدا 10، يعني الارقام اكيد الغربيه كيبتعد عن ذكرها، ولكن هذه اقوال ربما غتكون اول مره سمعتها. ولكن قبل ما نجيوك حضرنا بعض الفاقه. عجبتني 100 مليون زوينه، هادشي شي برزو هادشي راه بلل ودني ان شاء الله تجي اسمك. هذيك كتقول لازم عليك يقول الناس اللوان بلل ودني اتمنى. بالنسبه لوزاره الثقافه مشكوره كيف ما قلت في بزاف ديال المنابر الاعلاميه انها مشكوره، كدير واحد الدعم اللي كديرو سنويا وزاره الثقافه باش تدعم الترويج للمنتوج المغربي وايضا الانتاج المنتوج المغربي. لكن الاغنيه ما عندها علاقه بالانتاج ديال وزاره الثقافه. وزاره الثقافه كانت اخر مره كان الانتاج معاهم هذه واحد المده. اذا معنا وزاره الثقافه ما اتصلت ولكن طلبتوا انتم. بغيت نوضح واحد الفكره، انه هذه فرصه، انه فريمون وزاره الثقافه كانت واحد المبادره طيبه مع منهم، انه الحمد لله كانت من بين الناس اللي كانوا دعموا في اخر سنه اللي كانت 2016 2017. كنت من الناس اللي دعموا في وزارة الثقافة، ولكن تدعمت في الخانة ديال ترويج المنتوج المغربي، يعني كنت عوني أنه حيت كاين الترويج، يعني كتعمل حفلات وكتعاون وزارة الثقافة، وكاين الإنتاج، يعني الإنتاج هو أنك كتنتج الأعمال الفنية، والترويج هو أنك كدير حفلات. أنا كنت في الخانة ديال الترويج. نعم. ربما تكون تبعتي بعض أسئلة ولا ما نقولش عليها انتقادات، ولكن علامات استفهام كل اللي قبلها كل اللي ما قبلهاش، أكيد هذه هي الأذواق ديال الشعوب كاملة ماشي المغاربة، هو أنه كيقولوا علاش إدار التجأ للنيبة والدومة؟ واش اللي ضمان ترويج أو فكرة جات نظرا لأنهم اكتسبوا تهم شعبية وبغى السي إدار يخرج على النمط المعهود؟ غنجاوبك بطريقة أخرى، وأنه دابا حاليا يعني أنا في هذا المكان قبل ما نتلاقى شفت واحد الفيديو كيبرهن على أنه ماشي الرأي العام وماشي الجمهور المغربي اللي كيدير هاد الانتقادات، لأن أصلا الكليب ما فيش شي حاجة اللي فغيمون بيزار ولا شي حاجة اللي خيبة. مجموعة ديال الناس اللي عندهم واحد الحنكة واحد التجربة في هذا المجال وعندهم علاقة بالمجال الفني، لدرجة أنه تصور شدوا واحد الفيديو اللي ممكن عنده علاقة
بواحد العمل قديم جدا وممكن كانوا ما بغاوش اللي هو 36 ومونطوا هذوك الفنانه وحاولوا انهم يخلقوا لي مشكل مع هذه الفنانه مونطوا على انه كيدويو على بنات الدنيا. يعني شوف المجهود الجبار اللي كيديروا هاد الناس باش انهم يحاولوا يعني كيحاولوا انهم يديروا واحد الصوره خيبه لدى الجمهور المغربي، ولكن الحمد لله الجمهور المغربي ليس بغبي، ليس بيبي، ماشي واحد اللي انه تقدر تدوز على اي حاجه. لما كيدخل الانسان وكيشوف العمل وكيسمع ليه يعني كيكتشف ان هذه كلها غير امور ديال الحقد وديال الحسد. دابا كان عندي واحد اللايف في راباشين امتير، واكيد راديو من الراديوات اللي فريمون عندهم واحد الخصوصيه وعندهم واحد المجموعه ديال يعني ديال المثقفين اللي كيتبعوا هذا العمل هذا. وفريمون في اللايف يعني مؤخرا ان شاء الله غادي نحاول انه نمونطي ونحطو للجمهور المغربي باش يتعرف عليه. كانت واحد الرسامات جميله جدا، كانت واحد الفرحه، واحد الحب، واحد ان الناس اشادوا وعجبهم العمل بزاف. ففريمون كنت فرحان في هذا اللقاء اللي كنت درتو مع راباشين انتير. فلهذا باش زعما فريمون ما نكبروش الموضوع، نعطيو اكثر من الاهميه ديالو، اكثر من الحجم ديالو، انه الموضوع كيتعلق مجموعه ديال الناس اللي كيتكلموا من فراغ وما عرفش علاش هذا الحقد. يعني فريمون انا كنقول لهم خليت لكم الله، زعما نورمالمون الله يسمح لكم والله هو اللي غيحاسبكم على هذا المكر اللي كديروا، لانه واخا حنا ما كنشوفوكمش ولا الجمهور ما كيشوفكمش، ولكن راه كاين الله سبحانه وتعالى كيشوفكم. يعني غتخبى مني انا ولا تخبى من الانسان بحال بحالو كيما تخباش من الله. لما كتمشي كتمونطي وكتعمل بعض الاشياء اللي كتشوه الصوره ديال واحد الانسان لما كدعي عليه، كتقول لك انتي مريض ودعيت معاك وهذا، وفي الاخر دابا ما درت هذا الفيديو، الله يعطيك والله يعطيك. فهاد الناس فريمون ما عندهم حتى علاقه بالاخلاق. وهادشي كيأثر عليك؟ ابدا. علاش ما كيأثرش عليا؟ لان ممكن انا كيبان لي انه ما عرفت انا كيبان لي وقيلا انا خلقت لهم مشكل. ولا مولفين يعني اللي هو داخل هذا المجال. هما عندهم تجربه، هما يعني غيكونوا مولفين يعني 100%. مولفين فهاد لا انت يعني الكلام كتبقى جريء. ولكن هاد الناس مولفين انهم كي يعني كيأدي وكيديروا الحروب لان عندهم واحد. ولكن واش هنا اداوك انت ولا اداو نيبه و انا كنظن يعني اداو الجميع، وخصوصا لما كتجي عند واحد الفنان. اداو مقدمه هي قبل دائما هما معرضين. قبل ما نتكلموا على اداء مقدمه يعني اداء يعني نيبه وقدمه نورمالمون هما في واحد العمل جاو شاركوا فيه. يعني شاركوا فيه بطلب من واحد الصوره اللي بغى المخرج اللي بغى الفنان، لانه يعني كاينه واحد الصوره كنحرص انها تكون في واحد الصوره طيئه جيده. اكيد ديما كنحاول نحرص على انه صورتي لدى واحد الجمهور اللي عاطيني واحد المسؤوليه وعاطيني واحد دير فيه واحد الثقه نعطيه شي حاجه جيده. اذا ديجا لما كندخل نشوفوا الكليب كنشوفوا ان لا الدومه ولا نيبه كانوا بواحد الصوره اللي هي ديال الثقافه المغربيه. شعبنا. ثقافه مغربيه قحه محترمه ان نقدر العوائل المغربيه تتفرج فيها. فاذا ما عرفتش ما ندمتش ابدا اطلاقا، لدرجه انه باش الانسان يمشي يدير واحد المجهود ويبقى يبونطي حاجه دارت هذه واحد 50 ولا 60 يخرج وتحطها دابا وتبين الشر. لماذا؟ علاش؟ من اجل تكسير النجوميه، من اجل انا فريمون هذه مناشده للجمهور المغربي زعما فريمون، لان الجمهور المغربي الحمد لله محب بزاف ديال الثقافات وبزاف ديال الانماط فنيه غنائيه. كنظن ان الجمهور يرب انه يساعدني مع هاد الناس اللي فريمون بدات كتضح الرؤيه ديالهم. نعم. وبالنسبه للنيبا والدوما اداو داك الشيء اللي بغيتي اداو كما يجب كبيرسوناج اللي تعطى لهم، يعني عطاو واحد البيرسوناج اللي بواحد الاحترافيه، ولا انا ولا المخرج ولا الطاقم التقني ولا ليكيب كل اللي كانت مشاركه كلنا فرحانين من خلال كل الناس اللي شاركوا في هذا الكليب. لا الناس اللي داروا الرقص، لا دوما، لا نيبا، يعني الحمد لله كل واحد دار العمل ديالو على ما يرام، حتى الطاقم التقني، حتى الناس اللي سهروا، لانه الفيديو كليب تصور تقريبا من الربعه الصباح ديال النهار حتى الغد ديالو مع الربعه الصباح، يعني واحد 24 ساعة تقريبا اللي كانت الطوموبيل باش نوصلوا واحد الصورة جميلة للمشاهد المغربي. إذا سي إدار ما معنا موسيقى، ما معنا هندسة صوتية، ما معنا والو، بغينا مقطع من بنات الدنيا. اعتزلت بنات الدنيا وقلت باي باي باي، لأجلك مولاتي غنيت الواي واي واي، يو تبغي الماك فلوري يو تبغي الجالاكسي وتعشق لي في ميسي انا ناي ناي ناي. يلا استاذي الكريم،
كيفاش كتوصف حاتم إدارة من غير اسمه الحقيقي؟ حاتم إدارة ولد الشعب، هذا الوصف الاول ولد الشعب، يعني ما يعني ما فيش الغرور، ما فيش التكبر، بالعكس بالعكس، زعما شهاده حق، زعما ما كتخدم معاه حدانه. لا لا بالعكس، هادو الا لاحظتي في لي زانترفيو غتلقاها ديال الميكينوف ديال الكليباج، كلشي قال نفس الكلمه، حتى الناس اللي صور قال لك تنتعاملوا مع دري صاحبنا بدون اي حاجه. وانا لبست هادشي زعما مع حاتم، شاف الخدمه معاه يعني فليكسيبل، هذه المرونه هي اكثر حاجه بالفعل كتخليك من يعني اكثر عقل. المرونه تقول لك غدير هذه، لا غير ديرها، ماشي تقول لك لا ولا ديرها جربها وكيخدم. اونتر بارونتيز انا عارف من كنقولوا الكلام يعني الاغلبيه ما هضروش على اللحن، اللحن نورمالمون في واحد العبقريه، يعني كندوزو من واحد لعبنا في واحد المقام من واحد السلطانه واللغه العربيه، مشينا لواحد الفن جديد ولا راي واي واي او اغنيه شبابيه، الناس ما هضروش على هذا الشيء بزاف. نورمالمون خصي نورمالمون تبعتي، انت تبعتي شويه انتقادات تبعتي. انا انتقادات انا حاجه وحده، انا اللي صدمتني في انتقادات، بقيتي فاش كتبنا مثلا احن اليك بحال اللي كنتي كتبنا، فكرنا الناس بالقراءه، ايام القراءه اكل احمد احمد بهذه النيه مشينا، يعني الطريقه حاتم تبناها وعجباته وبدينا شجعني انا نخدم عليها وبديت كنخدم عليها، وصلنا لهذا الريزولطا هذه بحال هكا. يعني فاش درنا احن اليك نوتيلا احن، يعني حتى في السوديو حتى واحد ما لاحظ حاتم تيسجلها وعادي، امتى غنعرفوا ان راه كاين فهمتيني؟ غزات العموم، فاش غزات العموم باش يقول ان اح كلمه خايبه، كيفاش اح؟ وكان الطفل انا ذاك هو اللي كيولي في هذاك الكورس بيان سور الفيديو، الطفل هو اللي كيقرا المخرج راه بينها في سميتو، كيفاش اح كلمه تقول لي حاتم واش اح كلمه تقول لي؟ علما ان اح فيها عده سيارات، علاش غناخذ انا الطياره؟ اللغه الدارجه ديالنا كلو نيتو كلو انجليزو. في اطار الانتقادات دائما سمعتي استاذ هدار حاتم يعني على نيبه وهذا، يعني بحال ما نساقش حتى مع السؤال ديالي حول ما امكن يكون عام، يعني اعتبر ان انتقاد ديال الاشراك نيبا والدوما يعني جا غير تخلق من الاشرار، هل تؤيده في العمل؟ بيان سور بيان سور، انا نقول لك تجربتي الخاصه، انا كنت جزء من الكليب، كانت واحد القطع عندي في كليب غيتاريس ويعني في الكليب ميوزيكال ديال حاتم، يعني في الكليب مثلت واحد اللقطه، انا الدوما ونيبا اول مره كنعرفهم تما، الناس عاديين جدا جالسين في بلاصتهم، ما عرفتيهم تحت ال لا لا كنشوفهم لا لا كمشاهير كمشاهير كانوا كتعرفهم غير عن طريق بيان سور في الانترنت كنعرفهم مباشره، اول مره مباشره كنتواصل معاهم، ناس عاديين كتوصل قصه القطار اكسيون كيديو الدور كوم الفو، هذاك الدور اللي خارج الانترنت راه ماشي الشخصيه ديالهم، يعني انا ما كنلوم واحد السيد، عندنا حنا ديما كنلوم كشخص، عندنا عداء شخصي، لا خص يكون عندك نقد فني ماشي شخصي مع السيد، انت كون السيد عادي جالس انا عارف كيوصل الاكسيون تيدير هذاك الدور اللي طالب منه المخرج، ويدخل في الدور ديال انه واحد الواحد تيدير واحد الحركه، الناس ضحكوا على ذوك الحركات، يعني دار دور كوميدي. يعني حنا في 2018 يعني الحمد لله، يعني ولا واحد الرقي في التفكير، ولا واحد الرقي في الرؤيه، ما ماشي ذاك الوقت ديال حقه غادي نمشيو نفرقوا هذا مع هذا، يعني الحمد لله كاين واحد التقدم حتى في الاراء، مع الاحترام على هويتنا اكيد نحترموا هويتنا ونحترموا الثقافه. قبل ما ينتقدك تحب تنتقد انت، ملي كنخلط البيرسونيل واحد الحاجه شخصيه بحاجه اخرى كنظن هذه غادي. كاع المغاربه اللي ايدونا وكاع الجمهور المغربي والناس اللي ما ايدوش هما مرحبا بهم. الحاجه اللي غنقول خلاصه القول غندير على بحكم انك كنكتب وكنلحن، هيبا بريس دير انترفيو بلاش كرافيس. كنشكر كل جمهور فان هيبا بريس، كنشكر كل جمهوري كل المغاربه كل حبابي وخوتي، كنحماق عليكم فريمون، حبكم ومساندتكم ليا هو من اهم الاشياء اللي كتخليني نخطو خطوات ايجابيه، لا لا خطيكم ليا كنحماق عليكم، معكم حاتم.